السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جينا في فيديو جديد حلقة جديدة كونسيرنون الهجرة، هجرة لكندا. فكيوعدناكم اشاك فوا كنجيبو لكم دي زوفر دي سوسيتي اللي في كندا اللي كيغوكروتيو كيديرو لو ريكروتمون على انترناسيونال. كيفاش على انترناسيونال؟ وهو انه كيستقطبو اليد العاملة من دول العالم داكوغ، وسيرتو من الدول العربية كيكونوا عندهم بلوس دو بوتونسييل انهم يهاجروا لكندا. ف كي كنقولوا كاين هناك بزاف ديال لي زوفر دومبلوا اللي كاينين اكطويلمون اللي مطلوبين في كندا اللي عندهم الخصاص. هاد لي زوفر دومبلوا اللي غنقراه لكم دابا، ولا هاد الناس اللي طالبين، هاد الشركات الكنديه اللي طالبين هاد الناس، هادو هادشي راه تحط ديرنييرمون داكوغ. بالنسبه للناس اللي مهتمين بالموضوع، هاد الشركات هادو كيطلبوا موظفين من على برا، يصاوبوا لهم عقود عمل فيزا بي ديال الطياره فابور على حسابهم. ما عليك الا تكون عندك الخبره في الميدان ولا يكون عندك ان ديبلوم. نقرا عليكم بعض لي دوموند اللي كاينين اكطويلمون، لي زوفر دومبلو اللي مطلوبين اون اورجونس لكندا. اون اورجونس وهي عن عجل، انه لا كانوا متوفرين فيك هاد الشروط غيديوك عندهم 100% بلا درهم بلا جوج. لو سيرفيس اي لي غراتوي. بالعكس، هما غادي يخلصوا لك لو بيي كونطرا دو ترافاي، يصيفطوها لك لي الفيزا البي كلشي، ان كلشي على حسابهم، انت ما تخلص حتى ريال. دونك نشوفوا انا لي زوفر دومبلوا اللي كاينين. تيست بريباراتوار، ايفالواسيون، ريداكسيون، ترادكسيون. ميتي باتيمون، شاربونتي، مينويزي، الكتريسيان، غلوتي، بلومبي، تيوتور، مونتور دابارايل دو شوفاج، بوزور دو جيسلر. Métier informatique, concepteur et développeur web, programmeur et développeur en médias interactifs. Métier industriel, chaudronnier, électricien de réseau électrique, électromécanicien, monteur de lignes électriques et de câbles, soudeur et opérateur de machines, soudeur et brasé. Métier santé, infirmier, autorisé. Métier transport, conducteur d'autobus, opérateur métro, conducteur de camion, conducteur d'équipement poids lourd, mécanicien d'équipement poids lourd, mécanicien réparation, secrétaire, secrétaire de direction, auditeur, auditrice, ingénieur informatique, ingénieur, développeur Hayekina. Très bien, hôtesse d'accueil. Très bien. Et ouais, moi, j'ai plusieurs offres d'emploi. Regardez, je vais vous mettre dans la barre d'infos. La barre d'infos, on a ou la sonde close, ou à quatre cas le titre, quatre clics et le titre ou le nom, qui change les carabets, trop le rabais, trop chauffe l'offre d'emploi convenable, à ma CVD, à ma Simara. Regardez, je vais vous mettre le premier commentaire. Le premier commentaire, ou t'as l'air comme moi, t'as l'air de lire plus sur l'écran et mesite. وقلف لا بار دانفو على لوفر دومبلوا كونفينابل. راه كاينين هنايا حتى دي زونسينيون، كاينين حتى بالنسبه لي بلونجور، دي سيرفور ريستورون، دي بالنسبه للناس ديال لي فلوتيلري، دي جيرون دو ريستورون اي دي ميتر دوتيل. كاين حتى الخياطه، كاين حتى الصناعيه، كاين حتى الناس اللي عندهم ديبلوم اون جيستيون. انفان كاع لي نيفو، كاع لي ستركتور راه طالبينهم. انا غادي نخلي لكم لو سيت سميتو ار اس انترناسيونال، صافي دير ريكروتمون على انترناسيونال، كي ريكروتيو على عبر العالم .ca اللي هي .كندا اوفر دومبلوا. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، تدخلوا عما لوفر دومبلوا كونفينابل والله يسهل على الجميع. لو سيت نعاود نذكر سميتو ار سي انترناسيونال، صافي دير ريكروتمون انترناسيونال، كي ريكروتيو عبر العالم. لهاد الشركه الكنديه كتريكروتي عبر العالم. علاش؟ لان عندهم نقص في يد العامله، ما بقاوش كيلقاو يد العامله في كندا. الكنديين كاع خدامين بهاد اللغه هادي، ما لاقينش يد العامله. هناك شركات كنديه اللي كيسدوا الابواب ديالهم حيت ما لقاوش الناس اللي يخدموا معاهم. كاين دي زوتيل اللي سدوا، كاين شركات كبار سدوا في كندا ما عندهمش، كاين دي ريستورون سدوا. علاش؟ لان عندهم الخصص في يد العامله، ما لقاوش الناس اللي يخدموا معاهم وما لقاوش اليد العامله، عندهم نقص حاد في يد العامله. فهذه هي الفرصه بالنسبه للناس اللي باغيين يهاجروا. واش غادي تخلص شي درهم؟ لا، ما تخلص لا درهم لا جوج. انا ما كننصحكش تمشي لعند مكتب الهجره
ولا تمشي شي مكتب يبزنس فيه كيضرب واحد 5 د المليون ولا 10 د المليون باش يعمر لك الاستماره اللي غنخلي لك انا دابا في صندوق الوصف. نفس الاستماره اللي غيعمر لك هو ولا تقدر الدوسي ديالك غيضربك ب 5 10 د المليون هي اللي غنخلي لك انا دابا في صندوق الوصف وفي الكومونتير فابور بلا ريال بلا جوج. علاش؟ لان هناك اشخاص ناس اللي هما الله يكون في العوان ما عندهمش الامكانيات باش يخلصوا هذه الاثمنه وباغيين يهاجروا باغيين يخدموا. فلهذا حنا تنديروا هذا الشيء هذا باش نكونوا من حسن الى احسن، نبارطاجيو لي زانفورماسيون نيسيسير باش نعاونوا الناس كي كنقولوا نكونوا كي كنقولوا سوليدير داكو بارطاجيو لي زانفو. بالنسبه لمكاتب الهجره كاين شنو هو لافونتاج اللي عندهم؟ لافونتاج هو كيعمروا لك هما داكو. هذا لو سيرفيس هذا حتى حنا غادي نديروه غراتويتمون، راه حنا في تواصل مع ناس غادي نشوف موظف ولا موظفه اللي غادي تبدا تعمر الاستماره للناس غراتويتمون بيانتو ان مقاريب بلا ريال بلا جوج. هادشي كله باش نكونوا من حسن الى احسن ان شاء الله باذن الله بلا ريال بلا جوج. فبارطاجيو هذا الفيديو باش الفائده تعم الجميع، وتقدر تكون سبب باش تلقى شي واحد انه يهاجر ويخدم. كيف تبغي الخير لراسك تبغي للناس كيف تنتهي يقدر يجيب لك الله اللي بارطاجي معك شي واحد شي فيديو تلقى منه المنفعه. كي قلنا مكاتب الهجره انا ماشي حتى ما كنصحكمش باش ما تمشيوش لعندهم، مي طونك اون افون نو زابارون نو زافون دي سيرفيس غراتوي بار انترنيت ما كاينلاش الواحد يضيع فلوسو. كي كنقولوا مكاتب الهجره كان واحد الوقيته اللي ما كانش الانترنيت ما كانش التواصل، دابا ولا الانترنيت ولا التواصل ولا هادشي ماشي صعيب انك تعمر وديرو داكوغ. مكاتب الهجره لولا كيحسبوا بعض الاولى كون كانوا كيحسبوا اثمنه اللي هما معقوله واثمنه اللي في في متناول الجميع راه ماشي مشكل. مي طونك كيضربوا الناس واحد الاثمنه خياليه فكنقولوا من هذا المنبر هذا فما عندكم لاش، حنا تنخليو لكم روابط انكم تقدروا تهاجروا بلا ما تكونسلتيو مكتب الهجره اللي يضربكم اثمنه خياليه. فلو سيرفيس اللي توتالمون غراتوي غيبقى ديما غراتوي. كي قلنا فاش تعمر الاستماره بشويه عليك لو نو لو برينون لاج الدبلوم اللي عندك لي بابي اللي عندك. بالنسبه للتعمار اللي عندك شي حد من العائله كتعرفو يعرف يعمر ليك يعمر ليك، لعندك شي صديق يقدر يعمر ليك من الاحسن، شي سيبر يعمر ليك من الاحسن، اولا شي واحد في عنده مكتب ديال الترجمه كتعرفو يقدر يعمر ليك واحد الثمن اللي هو رمزي 10 دراهم ولا 15 درهم يعمر ليك مزيان. كنتي كتعرف تعمر راسك عمر راسك من الاحسن. كاينين بعض الناس اللي كيقترحوا على الناس يعمروا ليهم في الكومونتير انه كيعرف يعمر وكيقترح على الناس يعمر ليهم، مشكورين من هذا المنبر لانهم كيتعاونوا مع شي كيتعاون مع شي مزيان هادشي اللي بغينا داكوغ. فاللي كيعرف يعمر الناس يكتبها في الكومونتير يقول لهم انا تنعرف نعمر يعمر الناس اخرين داكوغ، وبكم سنكونوا سوليدير بارطاجيو باش الفائده تعم الجميع. حاجه اخرى فاش الا تقبل منكم الدوسي كاين بزاف كيطيحوا في واحد المشكل، كاين اللي كيتقبل لهم الدوسي وكيطلبوا منه بعض الوثائق باغ اكزومبل شهادة السكنة ولا شي حاجة وكيلقى شهادة السكنة عنده قديمة هادي عام ولا عنده باغ اكزومبل محطوطة في شي بلاكار عنده كيعطيها ليهم، داز عليها الأجل عام الدوسي ديالو كيترفض. بزاف ديال الناس وقعوا في هاد المشكل هذا، ديما لي بابي اللي غادي تليبيهم تليب دي بابي اللي هما أكتواليزي أجور. شهادة السكنة ما تكونش فيها 15 يوم طبوعة فيها لا دات ما فيهاش 15 يوم، طلبوا منك شهادة بالشهادة باغ اكزومبل بأنك بصحة جيدة جيب ليهم شهاده طبيه من عند طبيب محلف، ماشي اي طبيب تمشي عندو تقول له عطيني شهاده طبيه بانني بصحه جيده. تقدر تصيفط لهم داك السيرتيفيكا يرفضوا لك الملف على والو. علاش؟ لان خصك تاخذ داك الشهاده من عند محلف. كذلك هو مثال طلبوا منك ديبلوم او طلبوا منك باغ اكزومبل شهاده بانك بان عندك ليكسبيريونس اوتونك الكتريسيان ولا شهاده بان عندك اكسبيريونس اوتونك بلومبي ولا اوتونك سكرتير. داك الشهاده فاش تاخذها ولا كتبها لك المقاول اللي خدام معاه بالعربيه دير لها الترجمه عند ترجمان ماشي عند جوجل ترادكسيون. شي واحد تمشي عنده في السيبر يدير جوجل ترادكسيون ويغلط لك داك الشيء في يغلط لك في الكلمات ويرفضوا لك الدوسي. ديما غتصاوب شي واقع عند محلف، غادي تترجم شي واقع ترجمها عند محلف ترجمان محلف. علاش محلف؟ كتكون عنده مصداقيه اكثر وكيكون عنده كي كنقولوا لو سيرفيس كيكون عنده بروفيسيونيل ما غاديش يغلط لك. هذه دو ان. كي قلنا الوثائق يكونوا مضبوطه غاترجم شي واقع عند محلف ماشي ترجمه في جوجل ترادكسيون ولا عند شي سيبا ويغلط لك في لي زانفورماسيون ويضيع لك الدوسي فابور. بالنسبه لي بابي يكونوا اكتواليزي يقدروا يطلبوا منك باغ اكزومبل بلومبي يقول لك
اولا شوفور يقول لك عطينا شي شهاده كتثبت ان عندك اكسبيريونس في الميدان، المقاول اللي انت خدام معاه ولا الشركه اللي انت خدام معاها وعندك الاكسبيريونس ما تعطيك واحد الشهاده بالكاشي بان عندك الاكسبيريونس بان عندك التجربه. داك الشهاده كافيه انك تهاجر وتمشي تخدم على برا في كندا. غتقول لي كيفاش غندير الشهاده؟ هذيك شغل كذاك، خصك تدبر على داك الشهاده، تدبر عليها ديال الاكسبيريونس غيطلبوها منك. كنتي مقاول ذاتي غدير لهم شهاده بانك مقاول ذاتي وعندك الاكسبيريونس في الميدان. كنتي بلومبي ولا تريسيان ولا كذا ولا جليجي، هذاك اللي خدام مع المقاول يعطيك شهاده بان عندك اكسبيريونس، لا كتبها بالعربيه ترجمها ودير مانيا بروفيسيونيل، يكون فيها الكاشي ديال الترجمان بانه محلف ودير لها لغاليزاسيون، ويكون الدوسي ديالك مقاد باش ما تغلطش. لادريس ديال الدار ما تغلطش، لا صيفطوا لك شي برا، نمرة التليفون تكون جوانيابل ما ديرش شي نمرة قديمة ولا ما خدامش بها، لادريس ميل ما عندكش ميل ديال كرياسيون ديال بواط ميل بريد الكتروني، والبريد الالكتروني ديما يكون عندك في التليفون باش تدخل تشوف الجديد، لا صيفطوا لك شي توضيح ولا صيفطوا لك شي طلب ولا شي حاجه تكون اجور تكون عارف دو كوا إل ساجي. فهاد الشيء اللي كاين، هذا هو موضوع ديال الحلقه ديال اليوم. انا غنخلي لكم لو سيت، هاد لي زوفر دومبلواي سون اكتويل يلاه تحطوا ديرنييرمون، بارطاجيو الفيديو باش تستفاد الفائده تاع الجميع. الى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم.